انقلاب الشارع على السلطة السياسية مستمر. What is this revolution? We're here to fight for the rights of all the people. They're asking, you know, for an end of the current political system. ثورة 17 تشرين شو حققت وكيف رح تكمل؟ It is becoming really a big wave. ظاهرة الشباب والطلاب والنساء بالثورة كيف بتنقرأ؟ We really want to live better. To stop this collapse, there will be a price to pay. المخاطر المالية والاقتصادية كيف رح تنعكس على لبنان وعلى حراك الشارع؟ 2030 بحلقة خاصة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ليلي 10:30 المساء على الـ LBCI والـ LDC.